بسم الله الرحمن الرحيم. في برنامج متخصص في الكتابة للبحث العلمي، يعني برنامج الوورد بتلاقي بعض المشاكل. لو انت مثلا عايز تعمل فصول او عايز جوه الفصل تعمل فقرات، كل فقرة تناقش موضوع، بتلاقي الموضوع مش لذيذ، وفي ناس بتلجأ انها تعمل كذا ملف وورد، والملفات الوورد تبدأ تجمعها في الاخر. ففي برنامج بيحل المشاكل دي كلها وبيصدر الوورد في الاخر او البي دي اف او اي حاجة انت عايزها، اسمه سكريفنر. تمام؟ ده بيعمل ايه؟ ده بتقول له مثلا انا عايز الشابتر دوت، هبدأ اعمل فقرات، دوس هنا تقول له انا عايز اعمل تكست، تبدأ بقى تكتب مثلا، تقول مثلا مثلا تبدأ بقى تكتب كل اللي انت عايزه هنا. وي ويل سبيك وي ويل، وبيدعم العربي برضو. تمام؟ وتقدر ترتبهم، يعني مثلا شايف ان الفصل ده مثلا المفروض يجي هنا، تبدا تحطه هنا، تبدا تظبط المقالات، تقدر تغير اي حاجه انت عايزها، تقدر تجمعهم مع بعض، تقدر تحط الحاجه من فصل لفصل، تقدر تحط صور زي ما انت عايز. هو ما بيشتتكش زي الاوفيس، لا بيديك امكانيه ان انت تكتب زي ما انت عايز، مجرد بس الحاجات البسيطه. فتقدر تعمل البحث بتاعك مكون من فقرات كتيرة، وتبدأ تشوف كل فصل هيبقى فيه ايه الأجزاء اللي فيه جواه، وتقدر تشوفهم بأكتر من طريقة، وتقدر تطبعهم بي دي اف. ممكن تقول مثلا عايز تشوفهم بالشكل دوت، فتبدأ تشوف أنهي واحد فيهم المفروض يبقى في الأول أو في الآخر، تقدر تشوفهم بالشكل دوت ورا بعض. وتقدر هنا تحط لو انت عايز تحط اي صور او فيديو او كتب في قلب البحث. ولما تخلص خالص عايز تصدر الشغل دوت، تقدر تصدره زي ما انت عايز. تيجي هنا تقول له كومبايل، فبتقول له بقى انا عايز تسافه مثلا اي امتداد من دول، عايز برنت، بريفيو، بي دي اف، وورد، زي ما انت عايز. اقول له مثلا بي دي اف، فيبدأ يصدر لك الكتاب كله، وتقدر تعدل فيه بعد كده، مفيش أي مشكلة خالص.